صدت قوات الجيش الوطني هجومين منفصلين لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع، وحاولت مجاميع حوثية التسلل باتجاه باب غلق وشخ بمديرية قعطبة وعلى مواقع قرية المشاريح شمال غرب جبهة حجر، غير أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة الميليشيات وأجبرتها على التراجع والفرار، وأسفرت المواجهات عن مصرع 20 حوثيا بينهم قيادي بارز يدعى أبو محمد السفياني وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير طقم يحمل سلاح 23. أعلن الجيش الوطني إحراز تقدم جديد في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية. وأفادت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني تمكن من تحرير عدد من التباب المحيطة بمركز مديرية باقم من الاتجاه الشمالي الغربي عقب مواجهات خاضتها مع ميليشيات الحوثي الانقلابية. وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مقتل 23 عنصرا من الميليشيات الحوثية وجرح آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها. كما استعادت قوات الجيش الوطني خلال المعارك كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة. دمرت مقاتلة تحالف دعم الشرعية في اليمن بعدد من الغارات غرف اتصالات عسكرية متطورة بمديرية كتاف محافظة صعدة، كانت تستخدمها الميليشيات الحوثية في اتصالاتها الميدانية والسيطرة والتحكم في مسرح العمليات القتالية. وذكر المركز الإعلامي لمحور كتاف أن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير غرفة اتصالات متطورة في مركز مديرية كتاف والثانية أعلى مرتفعات جبل العشة والثالثة في قرية حمدات بمحيط مركز المديرية، لافتا إلى أن هذه الغارات أدت إلى مقتل عدد من عناصر الميليشيات كانت تتواجد داخل المباني المستهدفة. وأكد أن تدمير هذه الغرف المستخدمة من الاتصالات العسكرية للميليشيات يأتي بعد عملية رصد دقيقة للمواقع التي تم استهدافها. أفادت مصادر ميدانية في صنعاء باندلاع اشتباكات بسلاح الأبيض والعصي والهراوات بين ميليشيات الحوثي الانقلابية وبين تجار ورجال الأعمال في العاصمة صنعاء. وذكرت المصادر أن الميليشيات أقدمت على فرض إتاوات وجبايات إضافية على التجار وبقوة السلاح لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي، ما تسبب باندلاع الاشتباكات. وتواصل الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران تعسفاتها اليومية على التجار في مناطق سيطرتها بهدف الابتزاز لصالح مجهودها الحربي، وهو ما دفع بالكثير من رؤوس الأموال لمغادرة العاصمة خوفا من بطش الميليشيات وابتزازها وحفاظا على أموالهم وتجارتهم. أصيب مواطن بجروح بالغة وتضررت عدد من المنازل والممتلكات جراء استهداف ميليشيات الحوثي الانقلابية لقرى في عزلة قانية بمحافظة البيضاء. وذكرت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية قصفت بقذائف الهاون وBMB منازل آل المطوع بمنطقة قانية، ما أدى إلى تضررها وتدمير الممتلكات الخاصة وتعرض المواطن مبخوت أبو سنة سائق شيول لإصابات بالغة جراء استهدافه من قبل ميليشيات الحوثي بصاروخ موجه.